السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مع بعض يا بنات هنفتح الكتاب على درس اليوم، تطبيق الخصائص العدد 4 كعامل. النهاردة هنحفظ جدول ضرب 4، نتمكن منه كويس جدا علشان نقدر نحل الدرس. صنع خالد 8 علاقات مفاتيح كل أسبوع لمدة 4 أسابيع. ما عدد العلاقات المفاتيح التي صنعها خالد؟ حل هذه المسألة بأي طريقة. طبعاً جدول ضرب 4 ما إنه إلا ضعف جدول ضرب 2، يعني هنا مثلاً هو بيقول 4 ضرب 8. 4 ضرب 8، أنا ممكن أوزع الأربعة دي، خاصية التوزيع إن أنا أقول عليها 2 و2. 2 ضرب 8 و2 ضرب 8. 2 ضرب 8 ب16 و2 ضرب 8 ب16، يبقى 16 و16 كام؟ 32. يبقى أنا لو حافظة جدول ضرب 2 أعرف أحفظ جدول ضرب 4، الضعف على طول. 4 في 8 ب32. كيف أستطيع استعمال حقائق؟ شوفي الجزئية دي، الضرب للعدد 2 لحل حقائق الضرب للعدد 4، الضعف. الضعف على طول. إن جدول ضرب 2 ما إنه إلا ضعف جدول ضرب 4 ما إنه إلا ضعف جدول ضرب 2. طيب، نشوف أول سؤال. يعرف طارق إن 2 في 8 ب16، هو حافظ جدول ضرب 2. كيف يمكنه إيجاد ناتج 4 في 8؟ إيه؟ يضاعف 2 في 8 زائد كمان مرة 2 في 8 مرتين، يعني 16 زائد 16 لو جمعناهم 16 و16 32. السؤال ده بالإضافة إلى استعمال إحدى حقائق الضرب للعدد 2، إحنا حافظين جدول ضرب 2 ومضاعفة الناتج. لو ضعفنا جدول ضرب 2 يمكن تجزئة 4 في 7. احنا عارفين 2 في 7، 2 ضرب 7 ب14. لو احنا ضعفنا ال 14 مرتين، الضعف يعني 2 في 14 او 14 زائد 14 ب28، يعني 4 ضرب 7 ب28. صنع سالم مصابيح ليبيعها في متجره، قام بصنع 9 مصابيح كل أسبوع لمدة 4 أسابيع. ما عدد المصابيح؟ طبعاً إحنا عارفين إن ده عبارة عن إنه جمع متكرر، 9 زائد 9 زائد 9 4 مرات، أو مرة واحدة 4 ضرب 9. أنت عارفة إن 2 في 9 ب18، يبقى 18 و18 36. أو تروح الجدول ضرب 9 بنعد 1 2 3 نخبي الصباع الرابع، 1 2 3 4 يطلع لك 36. طيب ده تطبيق مباشر لجدول ضرب 4، انت طبعا حافظاها لانك حافظه جدول ضرب 2. ده جدول ضرب 9، ده جدول ضرب 2، ده جدول ضرب 20، مفيش جديد فيهم، كلهم كله حافظين. الصفحه اللي بعديها هو هنا صفحة 123، حب يجزأ 4 في 9. المفروض إن هم 4 صفوف في 9 عواميد، مسك الأربعة جزأها 2 في 9 و2 في 9، وحافظ جدول ضرب 2 ب18، 18 و18 36. طيب وإحنا حافظين جدول ضرب 4، 4 في 6 ب24. طيب تعالي هنا، المفروض دي 4 في 6، قسمهم 2 فوق و2 تحت، وهو حافظ جدول ضرب 2 ب12 و12، يبقى 4 في 6 ب24. هنكمل كل دول لوحدنا ونوقف الفيديو ونشوف إجابتنا مع إجابتي. طيب تعالي هنا، يحتاج عبد الله إلى شراء لوازم للرحلة. ما عدد قطع البسكويت التي يجب أن يشتريها عبد الله؟ وضحي إزاي استخدمت الجدول. طبعا أنت عندك هنا البسكويت
أربع صناديق، الصندوق الواحد فيه 6 قطع، يبقى أنا هضرب 4 صناديق قطع الصندوق الواحد فيه 6 عشان أطلع بالناتج. طيب بكم يزيد عدد ثمار التفاح التي يحتاجها عبد الله عن العصير؟ أنت عندك التفاح كام؟ نطلع لفوق، 2 ضرب 8 16. طيب والعصير 4 ضرب 3 ب 12. ده أكتر من ده بقد إيه؟ بطرح يعني، ما أقول أنت بتاخدي مصروف 5 ريال وأختك بتاخد مصروف 2 ريال، بكم يزيد مصروفك عن مصروف أختك؟ 3 ريال. عملتي إيه؟ طرحتي 5 ناقص 2 3. درس ناصر عن الحلزون في مادة العلوم وتعلم أن كل حلزون لديه 4 مجسات. في المساء رأى 7 حلزونات، ما عدد المجسات لدى هذا الحلزون؟ طيب إحنا عندنا طريقتين ممكن نحل بيهم السؤال ده. ممكن نقول 4 ضرب 7 على طول ب 28. ممكن نلجأ لجدول ضرب 2، أقول 2 في 7 ب 14، وأرجع أجمع 14 مرتين أو أضربها في 2 نفس المعنى. رسمت ليلى مخطط لشبكة عبارة عن إنها 9 في 4، 9 صفوف في 4 أعمدة، ما عدد العناصر؟ ماشي، لماذا يمكن لليلى أن تستعمل حقائق الضرب للعدد 9 أو العدد 4؟ ليه ممكن تستخدم جدول ضرب 9 أو جدول 4؟ لأن 4 في 9 هي 9 في 4، ولأن الضرب في خاصية الإبدال، أو أقول عليه الضرب إبدالي، أو أقول عليه خاصية الإبدال في الضرب، كلها إجابات صحيحة. لذا بدور صناديق، الصناديق اللي واضحة قدامك دي في صفحة 124، كل صندوق فيه 4 شماعات، هو عايز يعد عد قفزي 4 كل مرة. طبعا هنا أول واحدة 4 زاد 4 بقوا 8، زاد 4 بقوا 12، زاد 4 بقوا 16. طب تعالي هنا، 4 زاد 2 بقوا 6، لا دي بعيدة خالص، 4 زاد 4 بقوا 8 صح، بعدين زاد 2 بقوا 10، دي غلط، 4 زاد 2 بقوا 14 صح، أسفة، 8 زاد 4 بقوا 12 صح، 12 زاد 4 المفروض يبقى 16، يبقى دي كمان غلط، مفيش غير دي بس الصحيحة. ريم معاها 9 علب، كل علبة فيها 4، طبعا ده مفروض جدول ضرب 9 في 4، اي علاقه من دول تمثل العدد الكلي؟ هو مفيش ولا واحده اداني 9 في 4 بشكل صريح، يعني واضح ان هو جزء. فلو احنا هنا اعتبرنا ان هو ثبت الاربعه، يبقى المفروض جزء التسعه، بس ده مش تجزئه للتسعه، يبقى الاولى غلط. الثانيه هو ثبت التسعه والاربعه قسمها 2 و2، دي صح. الثالثه لا ثبت التسعة ولا ثبت الأربعة، مش معايا. الرابعة دخل علامة الزائد، خرب المسألة خالص. يبقى مين اللي ينفع معايا؟ 23. لحد هنا خلص الدرس، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.